هذا كتتها بالبلد منيحة لأنه اقتصادية وسعرها منيح وطعم متوفر كتير منيح بالسوق، أرخص كتير من غيرها، سيارة حلوة اقتصادية ممتازة جدا. ما شاء الله كتير عندنا بالبلد لأنه نشحت بقلب البلد. وقديش سعرها؟ سعرها يعني بال80 لل90 مليون، أحسن من غيرها يعني بالنسبة للسعر، أحسن من غيرها ومليحة اقتصادية وطعم متوفرة أحسن بكتير من غيرها وطعمها حلوة رخيصة. كمان حلو وطعمها رخيصة، فهمت علي شلون؟ أكترية العالم بترغب لها هي، ليش؟ لأن مشان بس إنها اقتصادية وطعمها رخيصة وموفرة، يعني موفر قطعها. السيارة السابقة عملية واقتصادية وقطعة متوفرة في البلد، أعطالها خفيفة إذا كان استخدامها جيد اللي عم يستخدمها السائق، وأسعارهم يعني من 80 مليون أنت وطالع، واقتصادية جيدة بالنسبة لداخل المدينة والبلد.